بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل تدريبات على نص وطني. التدريبات دي هتكون على شكل أسئلة تحليلية وإجابتها. السؤال الأول: بما دعا الشاعر لوطنه؟ طبعا الشاعر دعا لوطنه إن ربنا يحفظه من الابتلاءات والشدائد ويصونه من الشرور، لأن هو حصن الإسلام. السؤال الثاني: أيهما أجمل، فداؤك مالي ولا فداؤك مهجتي، ولماذا؟ طبعا فداؤك مهجتي هو التعبير الأجمل، لأن التعبير ده بيدل على شدة التضحية للوطن، لأن الروح لا تعوض أما المال فيمكن تعويضه. السؤال الثالث: علل، الدفاع عن الوطن واجب ديني وقومي. هنا إجابتنا هتكون على جزئين: واجب ديني، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بالدفاع عن الوطن، وده مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللي بيموت وهو بيدافع عن عرضه او ارضه او ماله فهو شهيد وبينال الدرجات العلى والنعيم الدائم في الجنة. وطبعا الدفاع عن الوطن ده واجب وطني وقومي لافضال الوطن العديدة علينا، احنا تربينا على ارضه وشربنا من ميته وتنفسنا هواه واكلنا من خيراته. السؤال الرابع: ما الجمال في الافات والمحن؟ طبعا الكلمتين جم جمع عشان يدلوا على الكثرة. فداؤك مهجتي أبدا، ده تعبير جميل بيدل على شدة التضحية من أجل الوطن. السؤال الخامس: ما الذي قرره الشاعر بالنسبة للوطن؟ إن هو يبني مجد الوطن على الاعتدال والطريق المستقيم. السؤال السادس: لماذا يحب الشاعر الوطن؟ طبعا الشاعر بيحب وطنه لأن بيلاقي فيه القرابة وبيجد السعادة والراحة. السؤال السابع: أيهما أجمل، فيك أواصر القربة ولا أواصر القربة فيك، ولماذا؟ طبعا فيك أواصر القربة هو التعبير الأجمل. ليه؟ عشان ده أسلوب قصر قدمنا فيه الخبر اللي هو فيك على المبتدأ اللي هو أواصر، وطبعا زي ما احنا عارفين أسلوب القصر بيفيد التخصيص والتوكيد. السؤال الثامن: بما وصف الشاعر الوطن؟ طبعا الشاعر وصف الوطن إن انتصاراته عظيمة وذكرياته يسجلها الزمن بأحرف من نور، وأهله يتميزون بالإيمان والتقوى والذكاء، وبيلجأ إليه كل إنسان عشان يلاقي الأمن والأمان. السؤال التاسع: أيهما أجمل، فيك الدين ولا الدين فيك، ولماذا؟ طبعا فيك الدين ده التعبير الأجمل، لأنه زي ما قلنا أسلوب قصر قدمنا فيه الخبر على المبتدأ وبيفيد التخصيص والتوكيد. السؤال العاشر: ما الجمال فيه، فيك روائع الذكرى؟ طبعا ده أسلوب قصر برضو قدمنا فيه الخبر اللي هو فيك على المبتدأ اللي هو روائع وبيفيد التخصيص والتوكيد. وكده نكون انتهينا من حل التدريبات مع بعض. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.